أحد أهم وأبرز نجوم الأهلي خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات القرن الماضي، لمع وتألق بقميص الأهلي مع جيل العظماء وحقق العديد من الألقاب والبطولات، هو المهاجم الأنيق شريف عبد المنعم. لعب عبد المنعم لصفوف المارد الأحمر خلال الفترة من بداية السبعينيات حتى بداية الثمانينيات، وكان أول من سجل هدف في شباك الفريق الألماني بايرن ميونخ في ودية عام 1977، واستكمل مشواره مع القلعة الحمراء حتى تعرض لحادث سير في بداية الثمانينات منعه من استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة. ومن الساحرة المستديرة للساحرة الفنية اتجه شريف عبد المنعم إلى السينما مثل سابقيه من نجوم الأهلي عادل هيكل وإكرامي والمايسترو صالح سليم، ليتصدر نجوم الصف الأول في العديد من الأدوار، لعل أبرزها دوره في فيلم قبضة الهلالي الذي جسد خلاله شخصية ضابط التحقيقات، ودوره في فيلم إمبراطورية الشر مع الراحل حسن الأسمر والذي كان أول أعماله في الإنتاج السينمائي. استطاع شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق أن يحفر اسمه في ذاكرة المشاهدين بالعديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم عودة الهارب، كما ظهر كضيف شرف في فيلم فتاة من إسرائيل بطولة خالد النبوي وحنان ترك، وأيضا فيلم بركان الغضب عام 2002. ولعشق الأهلي في حياة شريف عبد المنعم قصة كبيرة دائما ما يتحدث عنها وعن مسيرته الكروية والفنية، ويستكملها بعمله في قناة الأهلي محللا كرويا، فتجده دائما منفعلا متحفزا وكأنه يرغب في العودة بآلة الزمن لتأخذه إلى أرضية الملعب ويسجل أهدافا وينهي كل مواجهات المارد الأحمر بالانتصارات.